ايه اكبر انجاز لجدك انت تفتخر بيه؟ يعني نقول الثورة مبدئيا، يعني ثورة 23 يوليو دي كانت انجاز كبير جدا في رأيي، و يعني التحدي للعالم او للقوة الكبرى في 56 وحرب الاستنزاف والوحدة، لانه هو اشعل يعني بداية مشروع قومي عربي او يعني بلوره، هو يعني القومية العربية موجودة من قبل عبد الناصر يمكن، بس هو بلورها بشكل يعني عملي وتجريبي، و يعني انا في رأيي الحاجات دي مهمة جدا، دي اكبر انجازات جمال عبد الناصر.